ينضم إلينا من أنجمينا أبكر إدريس حسن، مدير تحرير صحيفة شاري إنفو الإلكترونية. أهلا بك سيدي على شاشة الغد. إذن نبدأ بإعلان وزارة الخارجية في النيجر أنها طالبت من السفير الفرنسي مغادرة البلاد، كيف ترى هذه الخطوة؟ تعتبر هذه أيضا خطوة تصعيدية من قبل الحكام الجدد الانقلابيين الذين الآن استولوا على الحكم منذ 26 يوليو الماضي، حيث تعتبر باريس عندهم عبارة عن عدو لخططهم الانقلابية التي الآن ما زالوا مصرين ومتمسكين بهذه الخطوات، فبالتالي حتى الآن هي ليست مرغوبة. لذلك فإن السكان في نيجيريا اليوم خرجوا تظاهرات ضد الوجود الفرنسي أمام السفارة الفرنسية في باريس في نيامي، فبالتالي تعتبر خطوة من الخطوات التي ربما تكون الحبل الأخير بين باريس ونيامي فيما يتعلق بعدم اعترافها بالانقلاب الأخير. رئيس إكواس أكد أن قرار تفعيل القوى الاحتياطية سيتم اتخاذه عندما ترى المجموعة أن الدبلوماسية لا تجدي نفعا، ألا يشير ذلك إلى تردد بشأن التدخل العسكري أو تذبذب في أو تباين في الآراء بين دول غرب مجموعة الإكواس، دول غرب إفريقيا؟ نعم، هذه التصريحات منذ البداية نرى فيها نوع من الليونة ونوع من التساهل بخلاف اللهجات السابقة التي شددت الإكواس على تصريحها منذ بداية الأزمة، وهنا نرى أن هناك لربما هو تراجع نوعا ما من تصريحاتهم السابقة التي تعتبر كتصريحات عدائية للنيجر، بعدما اتخذت هي أيضا كل التدابير اللازمة مع حلفائها كل من باماكو وغادوغو، فبالتالي هذا يعتبر غير متوقع من الأكواس. لربما الأكواس تفهمت الأمر نظرا للتداعيات التي تهل حقب العملية العسكرية في النيجر وتداعياتها تشمل دول الجوار وغيره. يعني ألم تحسب تلك التداعيات من منذ بداية إعلانها إمكانية التدخل عسكريا في النيجر؟ هي حسبت هذه التداعيات، لكن الآن وجدت بعض المواقف حتى الآن سواء كان دول الإقليم أو دول الجوار أو حتى موقف الولايات المتحدة الأمريكية هو موقف ضبابي وإرسال سفيرة لها في النيجر، كل هذه الأشياء تجعل المجموعة الاقتصادية لدول الوسط غرب إفريقيا لا تتماطل أو لا تحاول الإصرار للضربات العسكرية المتوقعة، وبالتالي كل هذه الأسباب وغيرها تجعلها يعني تكون الآراء متباينة وغير متمسكة في العملية العسكرية بالعملية العسكرية. طيب متى يصبح قرار التدخل العسكري في النيجر أمرا محسوما؟ وهل نتوقع أي تعاون من المجلس العسكري في النيجر مع الإكواس مع استمرار الضغوط الإقليمية والدولية عليه لإعادة النظام الدستوري في البلاد؟ وفق تقديراتي أنه لا يمكن أن تقوم المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا بالعملية العسكرية، لأن حتى الآن كل الإشارات تشير على عدم القيام بهذه العملية، بل ما قامت به في السابق أيضا هو عبارة عن تخويف و عبارة عن تهديد لربما تستجيب السلطات الانقلابية، فبالتالي المجلس العسكري كل ما تنازل عنه هو في التصريحات الأخيرة بإخلاص صلاح باهدوم بعد وفد المجموعة الأخيرة الذي جاء من نيجيريا، فبالتالي إطلاق صلاح باهدوم مقابل رفع العقوبات عن نيامي. وهل هناك لا تزال هناك أي إمكانية لإطلاق صلاح باهدوم؟ ربما هناك إمكانية إطلاق صراحي، لكن شريطة رفع العقوبات خاصة الكهرباء وكذلك المنافذ والعقوبات الجوية وكل العقوبات التي الآن أثرت على السكان في النيجر، حيث ذاق مرارة العذاب في هذه الأيام باختفاء المعيشة وكذلك الظلام الدامس وكذلك قضية العقوبات الاقتصادية أثرت عليه كثيرا وهو لا يمكن أن يتحملها إلى أبعد الحدود. صحيح، لكن إطلاق صراحة الرئيس المعزول باهدوم لا يعني إعادته إلى الحكم. بالضبط، هذا هو ما قاله الجنرال تيامي القائد العسكري الجديد قائد الانقلاب في النيجر، أنهم يعني يطلقون صراحة باهدوم دون رجعة في الحياة الدستورية
أو ما يسمى بعودة الدستور في البلاد. طيب، هل ترى أن هناك جدوى من التحركات الدبلوماسية الحثيثة ومنها التي تقوم بها الجزائر لتجنيب المنطقة التدخل العسكري وما ينتج عن ذلك من تداعيات؟ الخطوات الجزائرية هي نفس خطوات دول الجوار كتشاد وغيرها من الدول التي حتى الآن موقفها محايد وموقفها صريح عدم يعني العملية العسكرية. فبالتالي الجزائر تتضرر كما تضرر تشاد، لأن تشاد حتى الآن منفذها البحري عبر السودان متوقف ومغلقة من الناحية الشرقية، فلا يمكن أن تغلق من الجاهية الجنوبية الغربية. بالتالي هذه الجهود الجزائر أيضا لربما تكون مفلحة نظرا لدورها الحثيث ودورها الفعال في الحدود النيجيرية. فبالتالي يمكن أن جل ما يمكن أن يكون هو إطلاق سراح بادوم وعدم عودته إلى الحكم وتسليمه ممكن إلى أحد الدول أو وجوده في النيامي دون محاكمة وتطوى صفته نهائيا، ولا يكون له دور سياسي في الأيام المقبلة خاصة في الفترة الانتقالية التي قيلت 3 سنوات. السيناتور أوليفي كاديك نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بمجلس الشيوخ أكد على مواصلة باريس العمل مع شركاء مع دول الإيكواس من أجل استعادة النظام الدستوري في النيجر. ما شكل الدور والدعم الفرنسي في المرحلة القادمة في مسألة الحل في النيجر؟ الدور الفرنسي هو مرتبط بموقف الإيكواس، وبالتالي إذا كان الإيكواس حاولت التدخل العسكري فهي تدعمها لوجستيا وما بكل المعدات وتدعمها من أجل العملية العسكرية. أما إذا كان الإيكواس غير موقفها الآن فلا يمكن لباريس أي دور من أجل عودة النظام الدستوري في نيامي. وبالتالي حتى الآن كل الأمور يعني المؤشرات واضحة عدم عودة بازوم إلى الحكم، لأن هؤلاء السلطات هذه السلطات الانقلابية متمسكة كل التمسك بموقفها دون رجعة ودون رجعة بازوم، وما يزعج باريس كثيرا لأن تكون نيجيريا أو أفضل النيجر حليفة لدول أخرى في المنطقة وفي خارج القارة. أشكرك جزيل الشكر بن أجمينا، كنت معنا أبكر إدريس حسن مدير تحرير صحيفة شارينفو الإلكترونية.